السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية طلابنا الكرام. عدنا بعد غياب طويل والحمد لله رب العالمين، وربنا عالم سبب الغياب. هذا ملزمة المختصر في الكيمياء بحلته الجديدة، يعني نزعت الثوب القديم وبدأت في الثوب الجديد. طبعا هذا الكتاب نفسه بالضبط تم تحسين الطباعة، إدخال تعديلات بسيطة، تمام. طبعا الطباعة تمت بالتعاون مع سلسلة الحسام، مركز كويكوي موجود مقابل مدرسة بشير الريس في المبنى، يعني صغير فوق مكتبة أجيال. بكون أيضا أنا متواجد في هذا المركز، والملزمة موجودة عنده متوفرة، وطبعا موجودة في خان يونس وفي الشجاعية وفي بعض المكاتب اللي بتطلبها الحمد لله رب العالمين. خلينا مع بعض نبدأ في جزئية تركناها في آخر لقاء. مش حقدر طبعا أبدأ في درس إلا لازم أعطيها هذه، لأنه الأسئلة هذه مهمة جدا. في صفحة 53 اللقاء الماضي، لو أنت فتحت آخر فيديو هتلاقي الأسئلة اللي حليناها في آخر شيء صفحة 52. تعال نبدأ مع بعض في هذه الأسئلة. لكن لديك عنصر الكلور 17 عدد الذري، ارسم التمثيل الفلكي للمستوى الفلعي الاخير. تيجي بتحل انت في الامتحان عادي، بتكتب كلور 17 اقرب غاز خام ال Ne 10 3S 2 3B 5 و 2 7 17. تمام تمام يا استاذ. التمثيل الفلكي انك انت تاخذ اخر مستوى وترسم التمثيل الفلكي اللي هو تبع قاعدة هوند، يعني بتيجي بترسم انت هنا زي الخط بتكتب عليه 3S والاثنين هدول هيهم 1 2، بعدين بتيجي باعلى منه هيك شوية 1 2 3 اللي هم 3 افلاك، واذا بدك اعمل بسحبة واحدة عادي يعني. الخمسة هدول هيهم 1 2 3 4 5 3B، هذه أفلاك 3B. هذا هو التمثيل الفلكي. في أكثر من أسلوب لرسم التمثيل الفلكي، إيش أنت مناسب شايف للمعلمة تبعتك أو معلمك، اعمل غير هيك، اعمل زي ما بدك، ما في أي مشكلة. رقم 2، أكتب الأرقام الكمية الأربعة للإلكترون الأخير. الإلكترون الأخير هيو هان مثلا، هو هذا آخر واحد رسمته. بس طبعا اسلوب التعليم في احنا عندنا في فلسطين بفرقش معنا الاخير ولا قبل الاخير، لانه في الاخير لما نيجي نعمل ان تساوي هنكتب 3 وال تساوي 1 لانه بي. طيب ام ال ايش حتساوي؟ ليش انا قبل شوي قلت انه بتفرقش معنا الاخير ولا قبل الاخير؟ ممكن طالب يستغرب يقول لك كيف قصدك استاذ انه بفرقش؟ بفرقش، لا هو طبعا اذا كان في الاس بفرق عن البي، بس انا قصدي في البي نفسه، لو حكينا عن الفلان ولا علان ولا في الاخير ام ال حنكتب القيم الثلاثة، يعني سالب 1 0 موجب 1. اما في العراق مثلا دولة العراق بركزوا على الكلمة هذه، لما اقول الالكترون الاخير يعني هذا لما نيجي نعمل قيم ام ال، الفلك اللي في النص بياخذ قيمة 0، فبيعطوا للام ال 0 فقط، بيعطوش الثلاث قيم زينا، احنا بنكتب 3 قيم وخلص، وكأنه بنقول للطالب نق اذا بنقول شكل بيدك ولا زمانك ايدك. ام اس موجب نص او سالب نص، هاي رقم 2. طيب رقم 3 بقول يحدد موقع العنصر في الجدول الدوري، يعني هي رقم 3 هذه يعني الدورة الثالثة. المجموعة قديش؟ هاي 2 و5 7، يبقى 7 ايه ممثل. كيف عرفت يا استاذ انه حرف الاي؟ لانه انتهى باس بي، انتهى باس بي. السؤال الرابع، لو الطالب يقول لك طب سهل يا استاذ، يعني ليش جبت لنا؟ ما خلص يعني مش مستاهل السؤال. الفكره في الفقره الرابعه هذه، عشان هيك انا حكيت لكم عنه. ما عدد الالكترونات اللي تمتلك العدد الكميه ان يساوي 2 وام ال يساوي 0 في ذره الكلور؟ مش بشكل عام قصده هون، بس في ذره الكلور. تعال انت وزع الكلور بدون غاز خامل،
تمام؟ هاي توزيعه. هو بده مني هنا لما يكون ان تساوي 2، وين ان تساوي 2؟ فاني منطقة هذه، هنا ان تساوي 2 وهان ان تساوي 2. فبسألني هنا مش كمان فيهم كلهم انت تقول له 8 الكترونات، لا بقول لك كمان لما يكون الام ال يساوي 0، هنا الام ال يساوي 0. وفي هنا فلك واحد ايضا الام ال فيه يساوي 0. يعني عندنا فلكين، في الفلكين هذول في كم الكترون؟ 2 و2 يبقى 4 الكترونات، فبتكتب له 4 الكترونات. انت ما بتعمل المجسم والشكل هذا، تكتب انه 4 الكترونات. طبعا بتوضح اذا بدك هذه الحركة، بس مش لازم كل التفاصيل، انا بوضحها انا عشان خاطرك بعمل الكلام هذا. هي هذا سؤال صار عليه خلاف في التصحيح، ولانهم اختلفوا في كل معلم بقول لا افرض الطالب فهم كذا وافرض هذا يفهم كذا، صاروا يحكوا يعني في النطاق هيك، فاعتمدوا مجموعة كبيرة من الإجابات، يعني أغلب الإجابات اللي انعمل لو عملوها الطلاب اعتمدت. تعال نشوف وين ممكن الخلاف اللي يقع فيه الطالب. بقول لديك العنصر أم، هاي العنصر أم تمام، ماله هذا العنصر؟ يقع في الدورة الرابعة، يعني 4s مبدئيا، وإلكترونه الأخير يمتلك الأعداد الكمية أم ال سالب 2. مدام أم ال سالب 2 الموضوع فيه دي، حرف الدي كم فلك؟ 5 أفلاك، تبدأ من سالب 2 لموجب 2 مظبوط، يبقى معناها في 3 دي كمان. هيك تأكدنا أنه 4s و 3 دي. يقع في الدورة الرابعة وإلكترونه الأخير يمتلك الأعداد الكمية سالب 2 وطبعا سالب نص، ماشي. وهنا في أرجون، طيب هاي هنا 2، ضاي نعرف هنا قديش معانا من 1 لـ9 ولـ10 كمان، من 1 لـ10 مظبوط، حتى لو مش مظبوط يا استاذ نقول لك مظبوط. طيب هلقيت بقول لي هنا ويليه عنصر إلكترونه الأخير يمتلك الأعداد الكمية كذا وكذا، بكمل أنا بدي عشان أشوف ميته عشان أعرف أبدأ أفترض افتراضات ولا أقف هنا وخلاص. أجب عن الأسئلة، ما مستوى الفرع الذي ينتهي به التوزيع الإلكتروني؟ مستوى الفرع 3D، هذه سهلة. ما العدد الذري للعنصر أم؟ هلقيت بفرق معي، لو كتبت 1 معناها 21، لو كتبت 2 وهكذا 22 لغاية 30 معايا، لأن العنصر هذا موجود في منطقة العناصر الانتقالية، فبالتالي حيكون من 21 لـ30، 10 اللي هان اللي في النص كويس. فببدأ أقول هجيت بدي أبدأ أنا أحذر تحذير، هاي 3D. هجيت لو أنا قلت إنه في إلكترون واحد بس هنا، وهي بدي أعمل تمثيل فلكي عشان تتضح عندي الرؤية، هاي 1 2 3 4 5 أفلاك. لو أنا قلت عندي فقط إلكترون واحد على افتراض إنه واحد، وبدي أعطيه أعداد كمية، طبعا هنصل لغاية الأم ال، الأم ال سالب 2 معطي قيمة واحدة. أنا قلت لكم في المنهج العراقي بعطوا قيمة واحدة، سواء كتبت 0 سالب 1 سالب 2 موجب 1 موجب 2، أهم شيء مكانه. هذا قال يعني نفس المكان سالب 2، ما احنا بندقش على النقطة هذه إنه هنا سالب 2 فبالتالي ما دام هذا هو سالب 2، لا. والأم اس سالب نص، والأم اس سالب نص كويس. فلقيت كيف نتأكد انه فقط خلص تمام واحد، فبالتالي واحد ومع هدول هي 21 وهيك احنا صار عنا صح. كيف نتأكد؟ نشوف باقي الكلام. بقول هنا ويليه عنصر، يعني بعد الام هذا العنصر الثاني اللي في الجدول الدوري اللي جنبيه بعض على طول، اللي بياخد رقم اللي بياخد عدد ذري بزيادة نمرة واحدة بس، يليه عنصر الكترونه الاخير ايضا ماله يمتلك العدد الكمية موجب 2. ها تخيل شوف ايش كاتب، موجب 2 وموجب نص. عارفين شو معناها موجب نص؟ معناها انه هذا المستوى الاخير في العنصر الام مليان على الاخر، مليان زي هيك كويس، بالدليل انه لما جينا نوزع العنصر اللي بعديه، يعني مثلا تعالوا معلش انتم تطولوا بالكم علي شوي في السؤال هذا، هاي 18 مع 2 20 وهي 5 25، هاي 25
العنصر الذي يليه إيش حيكون؟ مثلا إكس قديش؟ 26. لما نعمل تمثيل فلكي للستة وعشرين، هاي 1 2 3 4، حيكون عندنا 1 2 3 4 5 القدام، وهي السادس الجديد. كيف عرفت انه هنا صار في سادس هيك بالطريقه هذه؟ قال انه بدت الاسهم هذه اللي انا بعملها الالكترونات بدت تاخذ اشاره ايش؟ موجب نص. يعني اللي قبل، العنصر اللي قبل كانوا كلهم في اتجاه واحد واخذوا اشاره ايش؟ سالب نص. طبعا ولا طالب يقول لي يا استاذ مش هو اللي فوق بنعطي له موجب نص واللي تحت بنعطي له سالب نص؟ لا يا حبيبي، هو مفروض هيك، مفروض انه نثبت هذه على موجب نص ونثبت هذه على سالب نص، بس احنا مش مثبتين. عشان كل مره لما نقول الالكترون الاخير بنروح نكتب له موجب نص او سالب نص، يعني يا هذه يا هذه، مخلين احنا الامر ايش؟ بحري. فما دام انه العنصر وصل موجب اثنين، يعني مكملهم كلهم، وكمان باقيين سايرين ايش يعملوا؟ كمان يعملوا عمليه ازدواج، بالدليل انه اخذوا كمان موجب نص، هذا اللي بعديه. فبسالك انه اذا كان اللي بعديه صار ياخذ موجب نص، طب هو نفسه اللي كنا نحكي عنه، ايش عدده الذري؟ 25. عاد في طلاب في الامتحان ما انتبهوش النقطة هذه، حطوا ايش؟ الكترون واحد وكتبوا 21، حسبوا لهم صح. في طلاب تانيين ايش الافكار اللي كانت عندهم؟ قال لك لا يا استاذ، افرض انا بتكلم على عنصر، هي 1 2 3، هي 4، كان في 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واللي اخذ بعدين نمرة العاشرة، يعني افكار كتير كله طلع صح صح، مشهورهم اياه كله صح. المهم انه اكثر اجابة كانت معتمدة في الوزارة اللي هي تبعت 25. لقيت حالك مش عاجبك ما تدقش عليه، لانه هم ايام صارت فوضى وطوشة عليه، فبالتالي ما اظنش يسترجوا يكرروه. السؤال الاخير في الصفحة، اذا علمت ان الالكترون الاخير في احد ذرات العنصر، الالكترون الاخير في احد ذرات العناصر يقع في العمود الثالث من المستوى الفرعي بي. العمود الثالث، لما تشوف كلمة عمود ثالث يعني حرف البي تكتب هنا 3، هي معنى عمود ثالث، وحرف البي لانه هو قال لي بي، لو قال دي كان عملنا دي 3، لو قال اس كان عملنا اس 2، طبعا فيش في الاس 3، يا 1 يا 2. فبقول لي ما رقم مجموعة هذا العنصر؟ قديش رقم مجموعة من هذه النقطة بتقدر تعرف انت؟ كيف بدك تعرف؟ طبعا هذا الجدول الدوري اضفناه في اخر الملزمه في النظام الجديد، في النظام الجديد ضفنا جدول الدوري عشان الطلاب يستخدموا. العمود الثالث، هاي العمود الثالث، هذا العمود الاول، مش هذا منطقه بلوك؟ هذه هذا بلوك بي صح، هو العمود الاول فيه، والعمود الثاني والثالث وهكذا. هاي العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث. طب هذه المجموعه قديش رقمها؟ هذه 3 اي، وهي 4 اي، وهي 5 اي. فلو هو لما بقول لي انه عنصرك في العمود الثالث، وكأنه بيقول لي المجموعة الخامسة، أنت بتقول 3 4 5، يبقى هذا العنصر في المجموعة إيش؟ 5A. وكيف عرفت إنه A؟ لأنه بلوك A. طيب ما عدد الإلكترونات المنفردة في هذا العنصر؟ بالعقل يعني هي 3، هذول معناها 3 إلكترونات منفردة. طيب إذا علمت أن عدد الكم الأربع الإلكترون الأخير في هذا المستوى بتساوي 3 و1 وموجب 1 وموجب نص، بدناش نطول، سهل السؤال. اكتب الاعداد الكميه 4 الالكترونات الثانيه. الالكترونات الثانيه يعني انت بتكتب مثلا هاي، بتكتب الالكترون الاول هيك، بتكتب له الاعداد الكميه هذه اللي هي 3 1 وموجب 1 وموجب نص، وبتكتب هنا ان وال، وهنا ام ال، وهنا ام اس. يلا الالكترون الثاني والالكترون الثالث ايش حياخذوا؟ طبعا حياخذوا نفس قيم ان، وحناخذوا نفس قيم ال، وحناخذوا نفس قيم اللي هي شو اسمه الله صدق محمد ام اس. ايش حيصير عندنا هنا؟ حنضيف صفر وحنضيف هنا سالب 1. ماشي يا شباب قيادات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.